بس عايش لسه بيتحرك. وديني المستشفى. بقول لك ايه؟ الالماس فين؟ ناخد الباقي من روح. انت في دي اي جه فيهم؟ طلعي طلعي. اهو اهو الحمد لله. متأكد ان هو 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 هو؟ طب تعالي وديه المستشفى، حرام الراجل بيموت. تعبت يا بت؟ ده اللي قتل ايجا، هو الناس اللي معاه. امال هنسيبه يموت يا سكينه؟ هيموت ولا يولع؟ ايه؟ ايجا ايجا عايش. ايه؟ في فلوس هنا. بتقول ايه؟ ايجا عايش بيها الولد. ايجا اللي عايش يا عم انت؟ انت يا عم والنبي رد، ما تموتش دلوقتي. انت انت يا عم رد عليا. ايه ده؟ خلاص يا سكينه. ايه اللي قتلته؟ زمان الست اللي شافتنا هتروح تقول ان احنا اللي قتلنا مختار، وهنلبسها احنا برضو. فكرك يا رانيا يعني بعد النصايب دي كلها انا هيفرق معايا حاجه؟ اجدع حاجه ان العمر ما فيهوش غير تأبيده، والروح ما بتشيلش اعدامين، فمش فارقه قضيه بقى من 50. يا سلام، لا فارقه. وبعدين بطل يأس بقى، احنا ان شاء الله هنثبت براءتنا. بس هي المشكله ان كل ما الجرايم بتزيد كل ما فرصتنا بتقل. بتقل؟ دي مسح، دي مسح يا رانيا. طب خلاص بقى، خلينا دلوقتي نعمل الحاجه العدله الوحيده اللي في ايدينا وننقذ الطفل ده. أنا خايفة بس يقتلوه ونلبسها برضو. لا ما تخوفنيش بقى. لا عادي ممكن تحصل. هو ممكن عادي. أخروا ليه؟ هنجم. كويس. فين الفلوس؟ معانا. فين الواد؟ معانا. فين الفلوس؟ يا عم أنت علقت فيه إيه؟ ما قلنا لك معانا. هات الولد نطمن عليه نديك الفلوس. لا يا قطة، انت وهي الأصول ما بتقولش كده، تدونا الفلوس ندوك الواد، هي دي الأصول. لا الأصول بتقول سلم واستلم، سلمنا الواد نسلمك الفلوس. لا يا أبلة، احنا هنا اللي بنقول. طب خلاص خلاص، بص عشان ما حدش يزعل، احنا نسلم ونستلم في نفس الوقت. تجيب الولد نطمن عليه، تسيبه نسيب الفلوس. ايه رأيك في الفكرة دي؟ أمين. حلو عجبتك. ماشي. هات الواد. عينيا. يلا يلا اصحى يابا. ما تمسكوش كده، حرام عليك. فلوس. اديله فلوس يا تغريد. فلوس. حاضر حاضر يا شيماء. اثبت يا امسك 150,000 اهو اهو. امين. سيب الولد بقى. خد الولد اهو. رقم تليفون مامته. هو بيكلمني بالتليفون عند املك. حبيبي انت كويس؟ حد عمل لك حاجه؟ الناس الوحشه دول حد ضايقك منهم؟ لا انا عايزه اروح لماما. هوديك لامك ما تقلقش. ما تخافش. ايه ده؟ اسكي، ده بيطلع لسانه. احنا خدنا على قفانا.